يتحدث الناس عن جيل حالي لمنتخب مصر ربما أقل من أجيال سابقة، يتحدثون أيضا عن المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم نيلو فنجادة، ما هو دوره لخلق أو تكوين جيل جديد لمنتخب مصر في السنوات القادمة بشكل مباشر وبشكل واضح. يسألون عن دور نيلو فنجادة مع الاتحاد المصري لكرة القدم. تعلم أننا في الاتحاد ونحن نتحدث عن الفرق القومية وعن الأندية أيضا فيما يتعلق بالأجيال الجديدة، فإننا نعمل على تشكيلها وتشكيل الفرق في الأندية الأخرى، وهذا أمر منطقي، وهناك علاقة منطقية. نحن هناك عمل يتم منذ 15 عاما، ونحن نحاول أن نطور الأداء، ولكن يجب أن يكون هناك دعما، ونحاول أن يكون أدائنا منطقيا وننتقل إلى مراحل أخرى للنهوض بالفرق، والعمل مستمر بناء على المنطق. بالطبع أنا أعتقد أن جيلنا الجيل الذي كان موجود في عام 2006 كان يؤدي أداء رائعا فيما يتعلق بالمباراة الإفريقية، وأيضا الجيل الذي كان يلعب في 2003 وكان هناك جيل 2001 وكانوا يلعبون في سن صغيرة جدا لكنهم كانوا رائعين. لذا فإننا ندعم ونساعد كل ما يؤدي إلى تحسين أداء اللاعبين، ونستطيع أن نقدم دعما وهذا لتحقيق النجاح المأمول لجيل الشباب من اللاعبين على المستوى الإفريقي وعلى مستوى المنافسات الدولية. وبالنسبة لي الأمر مثير جدا للاهتمام، لأن لدينا الفريق الأول ولدينا بيانات كثيرة، ونتطلع إلى إيجاد حلول وإيجاد المزيد من اللاعبين، والجميع الآن يتطلع إلى الفريق القومي.